كورونا. لا احنا في عندنا بس اشي وقائي، يعني حكونا لازم 13-14 شخص نضلنا موجودين، بس مجرد وقاية، واحنا هنا موجودين هنا والحمد لله كل شيء تمام. يعني السياحة طبعا في السياحة كل سكروا لنا أكثر من 4-5 أيام يعني مسكرين، بس في عندنا جروب واحد في مشكلة مش عارف يسافر، وهي المفروض في أي لحظة إنه يغادر على المطار. والله ما في شيء، ما حدا بيقدر يفكر، إحنا بنفكر بس في اليوم، ما بطلنا نقدر نفكر في بكرة، والحمد لله بتوقع يعني هاي أزمة وراح تزول، يعني كل شيء راح يكون تمام.